بتحب افلام فيروز اللي عملتها؟ اه. ايه احلى فيلم بالنسبه لك؟ سفر برلك. بركات، هنري بركات. آه. اخراج هنري بركات. اه ممتاز. هنري بركات مش بياع الخواتم، بياع الخواتم. لا. لو فيك تحكي للحبايب شو بني يا طير يا طير، روح اسألن علي وليف ومش معو، ومجروح بجروح الهوى شو بينفعو، موجوع ما بيقول علي بيوجعو، وتعن عباله في الدنيا. لو فيك تحكي للحبايب شو بني يا طير يا طير. جمهور زياد رحباني عارف اغانيه وعارف تميزه، بس في ناس كتيره، خليني اقول الكلاسيكيين، هما الاثنين الاخوات اللي عملوا كل حاجه. يعني في فجوه زمنيه حصلت بالنسبه لالحان زياد خاصه الالحان الاولى. بالظبط. يعني قديش كان في ناس مثلا، بس هي متأثرة كتير بالرحمة. الكلمات انت اللي كاتبها كمان ولا؟ انا بلشت اكتب بتقولوا لي المذهب. المذهب، وعمي كفى الكوبليهات لانه كنت كاتب شيء قال لي دول ما ينفعوش مع فيروز الكلمات. قديش كان في ناس على المفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويحملوا شمسية، وانا بايام الصح وما حدا نطرني. هي بي حبها كتير على فكرة. طب والدتك ما سالتكش يا ابني انت عندك مشكله؟ لا لا، هي واثقه انه بتعرف حزن ابنها، يعني سعدان بعين امه غزال، القرد بعين امه غزال. ليه بتقول كده على نفسك؟ طب عايز اقول لكم على حاجه بقى، زياد رحباني ده اللي هو يعني بيقلل من نفسه، ده كان واخد ملك جمال في الاطفال. امي بتقول كده. دول ودول كبروا بعدين ملك جمال الأطفال، حصل ولا ما حصلش؟